العالم مليء بملايين الميكروبات التي لا نستطيع رؤيتها. تتعايش الفيروسات والبكتيريا والفطريات معنا خارج أجسامنا وداخلها. الكثير منها مهم لصحتنا، ولكن البعض منها يسبب لنا الأمراض. هذا الرجل غير المسؤول يحمل عن غير قصد فيروساً خطيراً. صرخاته تخرج آلاف قطرات اللعاب غير المرئية المليئة بالفيروسات والتي تنتقل عبر الهواء ويمكن أن يستنشقها الآخرون. الفيروس يدخل إلى خلايانا حيث يتكاثر ويقوم بتدميرها. يتم تنبيه جهاز المناعة لدينا حيث يرسل فريق الدفاع الخاص به إلى جوانب الإصابة. هذه هي كريات الدم البيضاء التي تتحقق من هوية الفيروس. إذا تعرفت خلايا الذاكرة المناعية لدينا على الفيروس، فسوف تنتج بسرعة الأجسام المضادة المحددة المطلوبة للتدمير. تعمل هذه الأشواك على وجه التحديد على رمز الفيروس وتدميره. ولكن ماذا يحدث إذا كان هذا فيروساً جديداً؟ فقد يستغرق الأمر أسابيع لصنع الأجسام المضادة الصحيحة، وخلال هذا الوقت يحارب جسمنا بكل قوته لإبقائنا على قيد الحياة. سيبقى فقط من منا قادر على مقاومة العدوى على قيد الحياة. لكن ماذا عن الآخرين؟ لحسن الحظ بالنسبة للبشرية، اللقاحات تم إنتاجها في القرن 18، حيث أن أمراضاً قاتلة مثل الجدري والتهاب السحايا وشلل الأطفال تم احتواؤها أو القضاء عليها. يمكن صنع اللقاحات من فيروسات خاملة أو ميتة أو من جزء فقط من الفيروس، إما بروتين أو مادة وراثية بغض النظر عن كيفية صنعها، فاللقاحات تحقق الهدف نفسه. إنها تمنعنا من الإصابة بالمرض من خلال تقديم شظايا الفيروس إلى كريات الدم البيضاء لدينا ودعمها لإنتاج الأجسام المضادة مسبقاً للاستعداد لمحاربة العدوى الحقيقية. على عكس الأدوية، تعطي اللقاحات إشارة صغيرة لجسمنا تتلاشى بسرعة وليس سامة ولها آثار جانبية أقل من الأدوية شائعة الاستخدام. في الواقع تعد القيادة أو ممارسة الرياضة أو حتى المشي أنشطة أكثر خطورة من التطعيم. إذا تم تطعيمنا ثم أصبنا بالعدوى، فلدينا أجسام مضادة جاهزة ضد الفيروس والتي ستقوم بدورها بإزالة العدوى بسرعة. وقد تظهر على بعضنا أعراض خفيفة، ولكن جميع اللقاحات المعتمدة ستضمن عدم تعرضنا لمرض خطير أو تؤدي إلى موتنا. يعد استخدام اللقاحات أحد الأشياء القليلة التي تتفق عليها جميع البلدان بغض النظر عن المعتقدات الدينية أو السياسية. يتم تطوير جميع اللقاحات بشكل مستقل من قبل الجامعات أو الشركات الطبية وفي البلدان الرأسمالية أو الشيوعية. جميع اللقاحات المعتمدة تفي بنفس الغرض من أجل الحفاظ على صحتنا، ولهذا السبب يجب أن يكون توزيع اللقاح عادلاً وفي الوقت المناسب. ربما تعتقد أنه يمكنك النجاة من كوفيد-19 دون مشاكل، ولكن إذا تم تطعيمنا جميعاً فسنوقف انتشار الفيروس بيننا. هذا ما نسميه المناعة الجماعية أو مناعة القطيع، وهي الطريقة الوحيدة التي يمكننا بها حماية أولئك الذين لا يمكن تطعيمهم. والتطعيم هو قرار شخصي سيؤثر بشكل مباشر على كل شخص قريب منك. إنه حب وتعاطف نشط ومسؤولية اجتماعية وتضامن مع الإنسانية.